الأثر المدمر لإرهاب الدولة العميقة. خلف كل عملية تفجير وقتل واقتتال يقف هذا النوع من الإرهاب المنظم المعزز بإمكانية الدولة القديمة وأجهزتها النابتة في جسد الوطن. انفجار إرهابي وقع قبل الأوان قبل أن يفارق وكر الإرهاب الذي يقع في منزل لأحد المقربين من المخلوع صالح بمدينة درساعد في محافظة عدن. انفجرت العبوة الناسفة في ذلك الوكر فأودت بحياة 3 أشخاص، 2 منهم مشتبه في كونهما إرهابيين وفق ما أفادت به مصادر صحفية متطابقة في مدينة عدن. قبل عدة أشهر شهدت صنعاء انفجارا مماثلا قبل الأوان لسيارة مفخخة في منزل قيادي في المؤتمر الشعبي العام جناح المخلوع صالح، لكأن الأقدار أرادت أن تقدم البراهين على طريقتها. من صنعاء إلى عدن، والقاسم المشترك هي دائرة المؤثرين المرتبطين برأس النظام السابق من أعضاء حزبه أو المتعاملين معه ومع أجهزته. دفعت عدن ولا تزال ثمنا باهظا جراء نيلها الحرية المستحقة، لأن كتائب الإرهاب المنظم الذي يتغذى من أحقاد ساسة موتورين ومن نزق متطرفين يفهمون الدين على طريقتهم. هذه الكتائب ما تزال تعمل وترتبط بشبكة عنقودية من المنسقين والممولين والموجهين على نحو يفصح عن خبرة الدولة القديمة التي فشلت ذات يوم في أن تكون دولة حقيقية. تأخر التعاطي مع ظاهرة الانفلات الأمني الذي أخذ شكلا خطيرا من الإرهاب المنظم، تحول معه حي مكتظ بالسكان مثل المنصورة إلى وكر لإدارة وتغذية الأنشطة الإرهابية في عدن. ما من هدف لأنشطة كهذه سوى إفشال مشروع الدولة الذي تأسس على قاعدة صلبة من الإجماع الوطني واستدعى هذا التدخل واسع النطاق للتحالف العربي، بعد أن شعر الجميع أن ثمة طرف يأخذ اليمن بعيدا عن محيطها عبر وسيلة أخطر هي الإرهاب. كانت حرب ميليشيا الحوثي على عدن هي الحلقة الأكثر عنفاً في مسلسل الإرهاب الذي استهدف المدينة ومعها كل اليمن، وها هي كتائب أخرى تواصل استكمال المهمة ولكن إلى حين.